بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتم بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. قلبي بكم يا آل طه مغرم، وبحبكم أنا وبحبكم بين الورى أترنم، يا آل بيت رسول الله، يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله. أم الحنون كم في حملها تعبت، وكم ليال لها ما عينها هجعت، فصرت أدعو لها ما شمسنا طلعت. لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني في اللبن. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
كانت لحب بني ياسين كانت لحب بني ياسين ترشدني وعن محبة غير الآل تبعدني وكان كأس الولا من صدرها لبني وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن مهد التشيع مهدي والهدى وطني تراب من ثرى قبر الحسين بني وسوف أكتب أبياتي على كفني وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن من كان حيدرة العلي وأباها ولدت ففاض على الإباء إباها وتفتحت في غصن فاطم زهرة حوراء تتبع بالسنا حوراها ميلادها ميقات كل مولهين صعد الحنين به إلى إسراها هذا المقام يناسب السيدة زينب عليه السلام إذا تشوفوا حزينة غير زين إيش فيكم نايمين طوني رأيكم لترابها أذن الإله برفعة فاستأذنن لدى الوقوف إلها واسجد وسبح ما تشاء فعندها يستعذب التسبيح من وفاها وإذا
صعقت فعش كمالات الضياء مثل الذي قد عاشه موسى. وقل السلام على التي مهما تقل لولا فليس تحيطها لولاها زين الأب الكبرى التي حفظت لنا دين السماء رب السماء سماها لا ينبغي ملك الحجاب لا هي بنت من فخرت بها حواء بين الحسين وبين عباس لها مسعى فأين الدهر من مسعاها حسبي أقول بها مقالة عاجز لكنني متعلق بنداها الله أعظم في البرية زينبا فبزينب فبزينب إنا عرفنا الله بين الحسين وبين عباس لها مسعى فأين الدار إلى الشاعر الأديب العزيز علي حسين العامري لا ينبغي ملك الحجاب لغيرها هي بنت من فخرت بها حواها بين الحسين وبين عباس لها مسعى فأين الدهر من مسعى حسبي أقول بها مقالة عاجز لكنني متعلق بنداها الله أعظم في البرية زينبا فبزينب إنا عرفنا الله كل عام وأنتم بخير. أسأل الله تبارك وتعالى في هذه الليلة بجاه الصديقة الصغرى والعلوية العظمى أن يقضي حوائجكم للدنيا والآخرة
وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. باختصار سيدتنا زينب عليها السلام شخصية محيرة في ذاتها، في نورانيتها، في قدسها. هي شخصية تعجز العقول البشرية عن إدراك حقيقتها، هذا باختصار. أما بالتفصيل فتعال لنتعرف على أحداث وتداعيات هذا الكلام. أولا، لماذا هي شخصية محيرة؟ حينما نقرأ النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام سنجد كلمة زادتنا حيرة في هذه الشخصية، وهي قوله السلام عليك يا تالي المعصوم. التالي للمعصوم والتابع للمعصوم، كيف يمكننا أن نعرفه وأن نشخصه إذا لم نعرف المعصوم ونشخصه تشخيصا دقيقا مبتنا على المعرفة التفصيلية؟ بينما المعرفة التفصيلية للإمام المعصوم عليه السلام هي حقيقة مستحيلة. وما عرفك يا علي إلا الله وأنا، المعرفة التفصيلية، الذات المحمدية، الذات العلوية، هاي النورانية، الوصول إلى حقيقتها، إدراك كنهها من المستحيلات على العقول البشرية. زين، إذا كنا غير قادرين على معرفة المعصوم كيف نتعرف على تاليه أو على تابعه؟ فهذه من الأمور المحيرة حقيقة، لأنه تابع للمعصوم وتابع له، فأصبحت حقيقته محيرة. هذا واحد. اثنين، عندنا في أحاديث وروايات أهل البيت عليهم السلام مجموعة من النصوص التي تفيد أن الخصائص والصفات التي في السيدة زينب عليها السلام لم تعطى إلا إلى الأئمة أو إلى خواص الخواص، مثل العلم، ولا أقصد به العلم الكسبي. زين، العلم الكسبي مو هذا. حينما يكون العلم مفاضا من الله تبارك وتعالى بشكل خاص، الإمام زين العابدين عليه السلام يقول عالمة غير معلمة. يعني شنو علمها؟ من وين إذا هي غير معلمة وغير مفهمة؟ من الذي يعطيها العلم ويعطيها الفهم؟ فهذا النوع من العلم ما يعطى إلى أي إنسان. يعني باختصار علمها لدني. تعال فتش في عالم الأوصياء وفي عالم الخواص من الخلق،
هل عندهم هاي الخصلة لو ما عندهم؟ في القرآن الكريم قال وعلمناه من لدنا علما، يقصد الخضر عليه السلام، الخضر لا نبي ولا إمام ولا وصي، لكنه يملك قاسما مشابها لأهل البيت عليهم السلام، بينه الله في القرآن. إيش قال؟ عبد من عبادنا الصالحين، مثل أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الأرض يرثها عبادي الصالحون، وهذا إلى خصوصية ما استطاع موسى بن عمران عليه السلام، مع أن موسى تراها نبي من أولي العزم وأعلى رتبها، وهو في زمانه حجة الله على الخلق. لكن هنا بعض الخصوصيات اللي الله أشار إلى أن العلم اللدني اللي عند الخضر بعض مما عندهم. زين، أما العلم اللدني المفاض على زينب عليها السلام، هل هو مبعض؟ هل هو قليل يمكن قياسه لو ما ممكن قياسه؟ بما أنها تابعة وتابعة إلى المعصوم عليه السلام، علمها من علم المعصوم، فهمها من فهم المعصوم، وذلك يعطينا نتيجة أن علمها ما ممكن أن يقارن بعلم الآخرين بعد أهل البيت عليهم السلام، لأنها هي تالية إلى المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فعلمها وفهمها من الله ومن المعصوم مباشرة، هاي زينب ذات الخصائص الخاصة. نجي إلى الأمر الثالث. الأمر الثالث أيضا في الروايات التي أشارت إلى عظيم مقامها، ما ورد في كتب السير والمقاتل، أن الإمام الحسين عليه السلام في ليلة العاشر أو في وداعه إلى أخته زينب قال لها واذكريني في نافلة الليل. إمام معصوم مفترض الطاعة، سؤالي الإمام جامل، الإمام يغير الحقائق، ليش يطلب من السيدة زينب أن تذكره في صلاة الليل؟ لأن معرفتها وعلاقتها بالله ليست كباقي الخلق، بل هي كالمعصومين عليهم السلام. هنا في هذا الجانب مجموعة من الروايات، بعضها مروي عن الإمام الحسين عليه السلام، وبعضها عن الإمام زين العابدين عليه السلام. الروايات ذات المجموعة الأولى يذكر الإمام الحسين أنها منذ صغرها ما فترت عن عبادة الله، وما تركت نافلة ولا تركت قيام الليل ليلة، وهي صغيرة إلى أن خرجت من هذا العالم. هذا شنو معناه أو شنو أسسه اللي يخلي امرأة بنت في ريعان شبابها وامرأة في بداية زواجها ما تتغير الحالة العبادية والروحية بين قبل الزواج وبعد الزواج؟ شنو؟ احنا ما نقيس هذا على انفسنا، احنا الانسان يتغير بتغير الاحداث، بتغير الزمان والمكان يتغير، بس هذه لا، لم تغيرها الأحداث ولم تغيرها الظروف على الإطلاق، كانت ذات بصيرة نافذة وعلاقة خاصة بالله سبحانه وتعالى، لدرجة أن الإمام المتمثل بالحسين عليه السلام يوصيها بأن تذكره في نافلة الليل.
أنت تقول الإمام الحسين عليه السلام معصوم مو محتاج لأن أحد يدعو له، صحيح، لكن لو ما قال لنا الإمام الحسين هذا الكلام شلون نعرف مقام هالعبادي؟ شلون نعرف مقام هالروحي؟ هذه نصوص لبيان مقامات، وحتى يبين المقام الإمام يذكره بتفاصيله مو مجاملة، لا، يقول هاي اللي يسألها المعصوم الدعاء. زين، هذا يدل على عظيم منزلتها صلوات الله وسلامه عليها. نجي للأمر الرابع. الأمر الرابع في ما بين قوسين: عالم غير معلم، وفهم غير مفهم. سنتكلم في هذه النقطة أو في هذا الأمر عن جهتين. الجهة الأولى: من الذي استفاد من علم سيدتنا زينب عليه السلام؟ الناس استفادت من علمها، الخواص استفادوا من علمها، لو شنو؟ عادة إذا نريد نتعرف على شخصية وبالذات اللي إلها ارتباط بسنة النبي صلى الله عليه وآله أو بعالم الرواية، نرجع إلى علم الرجال، نسأل علماء الرجال عن هاي الشخصية. طبعا حتى نسأل علماء الرجال عن الراوي فلان، من المهم أن نتعرف هذا فلان روى عن من. هذا راح يعطينا معرفة هذا يروي وجودة رواياته شنو، ومن روى عنه، اللي روى عنه منه. ليش؟ لأن يحتمل أن الذي يروي عنه الكذابون والوضاعون، فيصير هذا مشابه لهم لأن يعرفوه، أو الذي يروي عنه علماء الإجازة وأهل المعرفة والطبقة العالية من العلماء يروون عنه، فنعرف أنه ثقة من رووا عنه. أدل ولا زين؟ هاي السيدة زينب روت عن من؟ روت كما ينقل علماء الرجال، روت أولا عن النبي صلى الله عليه وآله، عاشت ويا النبي 5 سنوات، 5 سنوات عاشت ويا النبي وروت عن رسول الله صلى الله عليه، فهي بالاصطلاح العلمي تسمى صحابية لأنها عاشت ويا النبي وعاصرت النبي وروت عن النبي صلى الله عليه وآله، فهي صحابية. وروت عن أبيها أمير المؤمنين وعن أمها فاطمة وعن الحسن والحسين عليهم السلام. يعني باختصار أن زينبا عليها السلام لم تروي إلا عن المعصومين عليهم السلام، يعني روايتها عن المعصوم مؤكدة وما عندنا نقاش فيها. زين، من هو اللي يروي عن السيدة زينب؟ أعطينا مثال. سأعطيك مثالا كعبد الله بن عباس حبر الأمة. هذا عبد الله ابن عباس صاحب النبي طول حياته، وصاحب أمير المؤمنين طول حياته، وصاحب الإمام الحسن طول حياته، وصاحب الإمام الحسين إلى أن خرج الإمام الحسين من المدينة. شقد أخذ من علم هؤلاء، يعني من حيث العلم والفقاهة عند العلم الكثير، وهو يروي عن السيدة زينب عليها السلام، وهو يتشرف أنه روى عن السيدة زينب. مثل بعض الحوادث الدقيقة
اللي مثل حادثة فدك. أي الروايات رواها عبد الله بن عباس عن السيدة زينب عليها السلام. الروايات اللي روتها السيدة زينب عن حادثة الدار وما جرى على أمها الزهراء أيضا روى عنها ابن عباس، ومجموعة من الرواة اللي رووا عن السيدة زينب أحاديث كمقامات الشيعة وتشفع الشيعة يوم القيامة وأبواب متفرقة. فهي من حيث الرواية روى عنها علماء الشيعة وروت عن المعصومين عليهم السلام، فهي في منزلة من الرواية عظيمة جدا ويستفاد من علمها. أيضا في هذه الجهة لما انتقلت مع أبيها أمير المؤمنين إلى الكوفة كان لها مجلس تحضره النساء تفسر فيه القرآن، وتفسير القرآن يحتاج إلى علم خاص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهي منهم من أهل الذكر، وكانت تبين الأحكام الواردة في الآيات وتبين المضامين والمفاهيم القرآنية، يعني كانت عالمة ويستفيد الناس من علمها وفهمها صلوات الله وسلامه عليها. الجهة الثانية المواقف تحتاج إلى علم خاص، حتى من خلال هذا العلم تكون المواقف صحيحة ولا تحتمل أخطاء. زين، هل كانت سيدتنا زينب عليها السلام تملك هاي الشجاعة بس في كربلاء؟ لا. اسأل نفسك ليش أخذها أمير المؤمنين عليه السلام معه إلى الكوفة وأقامت ويا أمير المؤمنين هي وبيتها؟ إيش معنى زينب؟ سواحدة مثلا تزوجت واستقرت ببيتها وهي مرتاحة ببيتها، ليش يأمرها أمر هي وزوجها بالانتقال من المدينة إلى الكوفة؟ لأن دور زينب عليه السلام لم يكن فقط في كربلاء، كانت في إمامة أبيها محور. كان بيت زينب كما كان بيت فاطمة لرسول الله، مثل ما النبي ينزل القرآن في بيت فاطمة، الوحي ينزل في بيت فاطمة، يودعها آخر وحدة ويستقبلها أول وحدة، زينب مثل أمها الزهراء مع أمير المؤمنين نفس الشيء. وكانت تدار الإمامة من بيتها، وتشوف شلون أمير المؤمنين يخطط لإقامة الدولة الإسلامية أمام عينها ومسمع منها، وإلها موقف سجله التاريخ لما خرج أمير المؤمنين إلى قتال الناكثين في البصرة وألبوا الناس، فخرجنا النساء فخاطبتهن زينب قالت لهم إن خرجتم لقتال أمير المؤمنين فإنما تقاتلون رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا بيان، هالكلمتين بها علم كثير. أنتم تقاتلون أمير المؤمنين، هذا منه؟ مو اللي قال عنا الله وأنفسنا وأنفسكم؟ أليس هو وصيه قتال النبي وقتال النبي قتال الله؟ إلها مواقف. زين، نجي إلى الأمر الخامس. الأمر الخامس كانت
تبلغ من المقام ما لا يتصوره الناس، وهو هي وصية الإمام الحسين عليه السلام. زين، واحد يقول احنا عرفنا الأوصياء للأنبياء، بعد الأوصياء عندهم أوصياء؟ لا، بس زينب للحسين. شلون؟ هي ليست نبي وليست إمام، لكنها وصية إمام. شنو هالمقام المحير؟ هذا المقام المحير عجيب. الإمام الحسين عليه السلام أوصاها بحفظ الإمامة وبالقيام بأدوار الإمامة ومسؤوليات الإمامة. من هذا اللي يعطها الرتبة؟ لا هو إمام ولا هو نبي، ويحفظ يحفظ الإمامة ويقوم بأدوار الإمامة. هذا شنو عنده من علم؟ شنو عنده من معرفة؟ شنو من عنده من منزلة؟ شنو عنده من قدرة؟ شنو عنده من قابلية حتى الله يشرفه بهذا الشرف؟ هذا المقام في عالم الوجود كله بس إلى السيدة زينب، ما حد قام بهذا الدور إلا هي. حفظت الإمام زين العابدين، ولولاها لقتل، ولولاها لقتل. أنا ما أريد أخوض في تفاصيل الطف، لأن الليلة ليلة ولادتها، لكن من بعيد أشير إليك أنها كانت تملك مقاما خاصا، ما حد يقدر يقول أنا صرت وصي إمام إلا زينب عليها السلام، بل كانت شريكة الإمامة في مشروع الإمامة، شريكة. شاء الله أن يراهن، هذا تكليف. وأجابت السيدة زينب حينما سألها ابن زياد: كيف رأيت صنع الله في أخيك الحسين؟ شنو من جواب؟ شنو من عظمة؟ قالت: ما رأيت إلا جميلة. جميل. وين الجمال؟ أخوانك كلها مقتولين، أهلك كلها راحوا، ما بقى عندك ولد، ما بقى عندك أخ، ما. شنو وين الجمال؟ شوف المعرفة. قالت: تلك فتية كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم. تكليفنا هذا، مثل ما أنت يأذن المؤذن وتقوم تصلي ممتثل لأمر الله، احنا امتثلنا بهذا الامتثال. هذا الجمال الحقيقي، المعرفة والطاعة والانقياد إلى الله تبارك وتعالى. هذا شيء ما يفهموه بنو أمية أبدا. ولو صادر الكلام امرأة مفجوعة مذكولة متألمة منهكة، وهي في عنفوان قوتها وعظمتها. هذه زينب باختصار، هذه زينب اللي عندها هذا المقام وهذا الجاه وهاي العظمة، التوسل بها والاستجارة بها. الله يخيبك، تصور انت، تصور واسمح لي على هالعبارة ممكن تكون مبكية شوية، ماكو مصيبة في الكون كله تمر على الإنسان إلا وزينب أسوى فيها. كل مصائب الكون كله هي زينب. من ذا يداني في الفخار أباها؟ هاي زينب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في الدنيا لزيارتها وفي الآخرة لشفاعتها، وأن لا يفرق بيننا وبينها طرفة عين أبدا، إنه سميع مجيب.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد صلى الله، اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر والعلم الزاهر والدر الفاخر المنصور المؤيد المصطفى الأمجاد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد لما حملت سيدتنا ومولاتنا جوهرة العصمة والصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله كانت لا تجد في بطنها ألما ولا وجعا وكانت تجد خفة واتساعا وقد أخبرها النبي محمد أنها ستلد بنتان شريكة لأخيها الحسين عليه السلام ولما جاءت مثل هذه الليلة بزغ النور من وجه فاطمة عليها السلام وفيض الله ورحمته يحيط بها من كل جانب فبينما هي كذلك جالس لا تحس بألم ولا وجع وإذا بها قد وضعت بالحوراء شرفها يا شرفها ترفع عيني ولا أعرف اشرفها شرفها لن البارع الفرحة شرفها زينب هذي والباري شرفها على كل النساء دون الزكية وباها وباها يفترع من زينب وباها وباسمها الفخر يتفاخر وباها أمها فاطمة الزهراء وباها علي وجدها النبي سيد اللهم صل وسلم على محمد منهجنا منهجنا زينب هذي نكشف منهجنا الفخر والطيب والعز منهجنا
زينب معاني الصبر رسمت منهج إلنا منهج الصبر خذناه من زينب سجية. وجدها وجدها يا زينب ربنا من نورا وجدها وجعل للخير منواها وجدها أبو المرتضى حيدر وجدها رسول الله وفخار كل البرية. صحيح الورد زاج الطيب لكن ما سمعنا يدوم. صحيح القمر ضاوب ليل لكن هم يجيه النوم. بس عطر الصلاة على النبي الباقي وضياه ما ينطفئ على الدوم. أفضل الصلاة.